المخرج الكبير بشير سلابي. طبعا الضيف التاني راح يكون معنا وجه حبيناه كثير، هو يقول بلي انا صغير ولكن هذاك الصغر تاعو خلاه كبير، كبير في عيننا وفي قلوبنا، حبيناه من خلال اطلالته مع المسلسلات التلفزيونيه الاجتماعيه من توقيع وامضاء دائما مخرجنا بشير سلامي. ساندريلا الشاشه، ساندريلا التلفزيون الجزائري، ساره لالاما. الوينك جاوبني الوينك، الوينك جاوبني الوينك، ولا لا لا تكذبي عليا الهنا الموتونا، وين راكي الوينك الوينك. اكيد قلب اللوزه وكاين معاكم، كاين قطايف، كاين الزلابيه تاع بوفاريك، تحيه الناس بوفاريك، وكاين العود، وكاين الرنه، وكاين النغمه الجزائريه الاصيله، فنان عنده بصمته في المسلسل اللي كان تبعوا فيه طبعا عن طريق الشاشه التلفزيون الجزائري، هو فناننا محمد روان. طبعا الأسرة الفنية الجزائرية الله يبارك ربي يخليها لنا إن شاء الله، أسرة كبيرة وعريضة من الشرق للغرب ومن شمال للجنوب، واحد الوجه حبيناه من اللي كنا صغار، علاوة زربانية. طبعا علاوة، من علاوة نروحوا دائما إلى مختلف الوجوه اللي تحبوها وطلبتوا أنتوما باش تكون حاضرة معنا ومعاكم من خلال برنامجكم مياء في الساعة اللي طلع لكم في الموسم الثاني، نذكر طبعا عبر شاشة التلفزيون الجزائري. فنانة أنا ميمتي نحيها، تقول لي هذا الفنان نحسها بنتي تاعي، كل واحد يشوفها يحس باللي تمثله هي، تمثله هو من خلال وجهها البشوش، من خلال ضحكتها وطيبتها بالكثير، فنانتنا المحترمة نضال. يلا اخر او ضيف لهذا البلاطو الاول اللي راح يحضر معنا الان، هو شاب جزائري يحب الاعلام، يحب الصحافه، مولوع بالصحافه ومولوع بالاعلام، شفته كثير انا من خلال خرجاته، وهو الاخر عنده خرجات متميزه وحلوه، حلوه بالبزاف كيما وجهه الطيب والبشوش. يلا زميلي زهرو. نتلاقاو يلا بعد الفاصل. مرحبا بكم انتم اللي تابعوا فينا طبعا مشاهدينا الاعزاء في هذه السهره الرمضانيه الحلوه، والحلوه بلمتكم والحلوه بضيوفي الافاضل اللي حاضرين معنا، اللي رحبت بهم واحد واحد على العين والراس. نبدا معك مخرجنا الكبير بشير سلمي، نبدا معك انا، لانه انت الان وليت كي شربه تاع رمضان، مستحيل فوت رمضان بلا شربه، صح لا ماشي صح؟ بشير سلامي الله يبارك، توقيعاتك وبصماتك كبيره ومهمه، وكل ما يقرب رمضان حتى في الشارع الجمهور البسيط اللي يتبع برامج التلفزيون الجزائري يضرب وجديد بشير سلامي هذا العام. مسلسل جديد قلوب تحت الرماد، ان شاء الله يكون في مستوى ويعجب
الجمهور. خلينا نرجع رمضان العام اللي فات، حب في قفص الاتهام اللي كان بتحدي كبير وبشير سلامي، لكن نشوف فيك في التلفزيون الجزائري ما عندكش الوقت ووقت وقتك مش ليك، ولكن الحمد لله. هل تقول باللي نجاحك في المسلسل تاع رمضان العام الماضي خلاك انك تقوم بتحدي اخر في هذا العام؟ كل عام كان لي صعوبات شويه في السنه، خاصه يعني كان مسلسل لي طلب بزاف لي ديكار، يعني طولنا في التصوير وبون حاليا راني في التركيب، مي ان شاء الله يجوز. هاي تركيب الحلقات الاخيره يعني، لكن الحلقات الاولى راهي تجوز. حلقات اخيره، مي كان مسلسل شويه صعيب. واش الفرق بين 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 من ناحيه الاخراج انت كمخرج، يعني الفرق بين هذا العام ورمضان اللي فات من ناحيه الاخراج؟ الحمد لله الوسائل متوفره لانه انتاج تلفزيوني 100%. ايه انتاج تلفزيوني 100%، وانا ما فرقش ما بين المسلسل تاع العام اللي فات والمسلسل تاع السنه، يعني نفس الشيء، يعني كيف التصوير ولا في يعني توفر لي كاع امكانيات التلفزيون. هذه باش نشكر التلفزيون اللي توفر كامل الامكانيات اللي يعني انجاز المسلسل. فوالا دون لونسومبل سا سي بيان باسي طول التورناج. يشوف مع ساره. حبت تمد يلا ساره، نحب من 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 نسالها. انت الان اصبحتي عند الاسره الجزائريه، وهذا مش شهادتي انا لكن شهاده الكل، يعني حتى امهاتنا باهاتنا خوتنا خواتاتنا زواجنا كامل يقولوا بلي الأنصارة اصبحت مميزه في دارنا، اصبحت عندها خصوصيه وكانها هي فراشه التلفزيون الجزائري خاصه في رمضان، صح؟ قبل كل شيء نقول لكم صحه رمضانكم، فرحانه اللي راني معاكم مع هاد لي زانفيتي الله يبارك دي ستار. فرحانه دو ريتروفي باش سلامي اوغ بلاطو دو تورناج. الحمد لله انا في هاد لاج جو سو انكور جون، وقدرت بالك في وقت قصير نحقق نجاح نوعا ما الحمد لله، ونشكر العائلات الجزائريه اللي تقبلتني بسهوله وقبلتني في دارهم، باسكو اون شوازي با دون ان فيوتون يزاب سور لي شان ويلقاوني عندهم. دونك تري كونتونت اللي دخلوني ديارهم، ونتمنى ان شاء الله نكون ديما في المستوى ونكمل نعجبهم. دورك هذا العام دور بطوله الحمد لله. ميرسي بشير دو موفخير انكور هاد لا شونس دو مونتري بالك. مسؤوليه شويه كبيره. مسؤوليه كبيره بزاف، و بصح كي نكونوا مع اون ايكيب اليز كيما قالك اللي توفر لنا لي بون مويان بور ترافايي، و جون بروفيت باش نشكر مدير وحده الانتاج على الدين قوامي ومدير البرمجه سيد الياس بلاريبي اللي كيفون ان ترافاي فورميدابل باش نقدروا كل رمضان نقدموا ان برودوي دون بون كاليتي للجزائريين. ان شاء الله يا ربي راح نقدموا كل هذا تضافر نحن كامل، خاصة تضافر مجهودات التلفزيون الجزائري. لقينا واحد الممثلة العام اللي فات قالت لهم أنا تشدوني في الكاميرا كاشي. راهي منا راهي منا. أنا تشدوني. أجدوب شدتوها ولا؟ فكروها. فكروني فكروها واش درنا العام اللي فات ومن بعد يلا نفكروها. سارة ما حدثش وعشتي هكذا مقالب حكايات مازال؟ نو با كوم هذا وين بديت دونك مازال ما داروليش الكاميرا كاشي، مي جو سي با تولهوا بها. ايوا جو سي با، مي جي لامبريسيون كو لو كان نبدا نحس باللي كاينه حاجه كي فابا جو سي كو جو في غاردي مون كالم، جو بونس با كون بورا ما فوا. صح هذيك انا اللي هضرتها انا. وشوف اون فيت كي يكونوا لي جون اللي قراب ليك اللي يديروا لك لو بياج ما تو في با اتونسون كو سي كاميرا كاشي ساجر كون ما تشكش زهرو ديجا نعرفوا ولو بياج داروا لي باش يسلمي زهرو 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 نحييك انا ثاني زهرو شكرا. ومخرجنا وكل فريق تقني داروا واحد المقالب شوف في الكون
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصه كوليس دي زاد. اليوم رانا عند فيطون قلوب تحت الرماد. تحت الرماد استاذ المعروف الفنان الكبير علاء وزرواني، مرحبا بك. بك يا عيش. والممثله كذلك معروفه نضال، مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا بك. قلنا شويه على الامبيونس تاع الفيطون، كيفاش تي الرول تاعك؟ تكلمينا عليه شويه. بالنسبه للدور، هو دور ام لاربع بنات، اربع صبايا الله يبارك، منهم الانسه قمر اللي ان مو بورت با ترو دون سون كور كوا، ما تحملنيش زعما بنتك وما تحملكش. كاين صراع بين الام والبنات على خاطر الام مطلقه، والباقي راح تعرفوه في المسلسل، راح نحكي لك كلش. ردينا التورناج دو تروا جور، خلقت هذيك اللحمه هذيك الشغل ان كومبليسيتي اونتر لو بير لا مير، بني بنتي، وليت نحس شغل هاد الناس عندي بالك 20 ولا 30 وانا نعرفهم. لحد الان الحمد لله راني واش لعبت بوغ لانستون راني راضيه عليه، بصح سورمون كي نشوف في لا تيليفزيون فوالا راح نلقى فوالا راح نلقى بالك دي ديفو دي غومارك انا بعد نديرهم لروحي. ساره تقول انا وصلت ولا مازال؟ انا وصلت نو مازال 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 بزاف. لا جوست سافواغ راح نجوزوها في ان شاء الله في كندا الجيري والارضيه سي سا. بون ماما حكاو معاك فهموا معاك في التليفون. وي قالوا لي شوين جوز ماما تفوت في الويب تي في تفوت سيغ لو نت. سي اون شان جديده؟ في لو نت كاين ايميسيون جديده كوليس دو زاد فات في الانترنت ان شاء الله. تري بيان تبع لا تيليفزيون؟ نو ماشي لا تيليفزيون. نو بيسك سي الكا شوي فريمون ديزولي فو مدوني لونغوجيسترومون وفو ليفاسي توت سويت. سي على روحك صح سيري انت يا سيري ماما انا كي ورطتيني على بالك تقول لي مانيش فاهمه ولا غير ماما انا كي ورطتيني وانا علاش نخلي داري ونجي يا سي محمد انا خاطيني لانت بنات هذه وخطيك. كيفاش سيبريمي لا ماتير يا شيخ؟ يا استاذ كيفاش سيبريمي لا ماتير؟ هاد الناس راهم خدامين. رانيا فهموا معاه مو جو ريكيبيري لا ماتير. يا غيان صافا تجي قلنا راح تجوزوا في رمضان في التلفزيون. دوك انا فيها والو ولا فات في سيت انترنت ولا سا سافوا عليك جو سي با. ايماجينا با سور سيت انترنت سي انكور بير سي انكور بلو غراف. اي فو فوار افيك لا برودكسيون دون سكالا. جيم لا برودكسيون مو سي 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 مو كي سين لو فويتون جان سوي ريسبونسابل. هادو ناس كانوا خاصين شكون يخلصهم؟ شنو شكون يخلصهم سي محمد؟ حنا نخلصهم متاقل لا واش تهضر مصباح نسك حنا واش دخلنا؟ انا ما خلص حتى واحد سي محمد. انا خليت ولادي خليت داري باش نجي نحكي معك على الانترنت. من اختي انا معاه انا معاه انا شتي ريكوبير لا ماتير باش انا شتو ريكوبير لا ماتير. فو فوي افيك لو مسيو اي ريكوبيري مو لا ماتير ديزولي. انا قلت لي الثالثه ولا كان على الجيري سقسيتك ما ضمك حسن ما تقول لي ما نحسنش عونك. سقسيتك على نحسن عونك مي احترم قادر روحك شويه احترم نفسك انت كمنشط احسن وعاوني راك تطلب. شوفي ساره دوك انا هم خدامين فريلانس هادو كاع التلفزيون كاشي تاعهم كاع على كيفاش ندير. مي مو دو جو لي كوني مو جو كوني با ليكيب تاع لي فريلانس. انا بروديكسيون كيفاش ندير معاهم؟ جو غاتراب لا ما جبتش ما نجيبش لا ماتيغ روح خدم الله يسهل واستعمل لا ماتيغ من عندي مصرحه. ولي عنده مشكل يجي يطلعني للحبس سيريوزمون. اللي عنده مشكل يجي يطلعني للحبس. هي مسكينه هكا بلعطوها هي بلعطتنا حنا فهمت ما نامناش. علاش انا دوك هي لا قنعتها انتم غتقنعوا باسكو دير فيها انا سي محمد كي توصل في قنع قنع هي تقنع واحد انا نتقنع وحدي. دقيقه دقيقه لا 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 الله دوك حنا نكملوا ليميسيون تقعد عندك ما تديهاش. يا خلاص كملت كملت معليش كملت وزيد رمل هكا نوت كوب واحد ويروحوا وتقعد عندك ومن بعد نلقاو حل بيناتكم. Mais ça fait rien, ça fait que de la pub pour le feuilleton, je sais pas. C'est toi qui nous a donné l'aval. Qui c'est qui nous a envoyé? C'est toi qui nous a donné le. Anna, je devais partir chez moi, je te signale. Quand les hibs sont patientes, tu vas passer avec Sarah. Anna, sinon je serais partie. Anna, donc on a le gars là. يا جماعة راكم شاركتوا في مقلب خفيف الظريف 500 في ساعة وتفوت في تلفزيون جزائري مشي في سيت انترنت ما تزعفيش مني. كيفاش كيفا قول لي قول لي برك قول لي انا ما قول لي برك هذه دوكا سيرين سيرين على بالها. ميرسي لا برودكسيون ميرسي حميد ميرسي اه
كي راحت فهمت باللي له نوتورات، فهمت باللي فيها اللوش. انا عجبتوني في حاجه وقفتوا معايا وي لا باسكو ما درتوش عليا سي با لو بروبليم دو بروندغ لا ماتير او با علاش بارك الله فيك يا با ان توكا ميرسي تعرف تبكي روح تمثل معنا حبابك نسيبي الجاي فهمت نسيبي الجاي انت إذا رانيا سيروتي معكم نتمنى المسلسل يعجبكم وجوزوا إن شاء الله معنا سهرات رمضان 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 رمضانية عفوا سهرات رمضانية إن شاء الله شيقة وصحة رمضانكم نقول لكم صلاة على النبي تقول لكم صحة رمضانكم وإن شاء الله الفيوتون تاعنا يعجبكم نكونوا في لاوتر وفي الـ في الـ في المستوى اللي حبينا نوصلوه لكم إن شاء الله بإذن الله يعطيكم الصحة صافي بليزير مازال زارو دبر راسك انت دوك انا عندي كلام انت اللي خدمت لهم دبر راسك بون الحاجه تبعت العيب ماشي انا بون الحاجه الاولى نضال هي اللي ماركاتني بزاف ايوا نضال سلكت على شعره انا قلت لها حكيت لها علاوه وسي علاوه قلت لها في الطريق ليكيب تكنيك كانوا يهبلوا فيها قالوا لي ودي علاوه كيتقلق يولي انسان اخر غادي تشبع ضرب وانا شغل رايح وشغل غايب بالعلاوه ساعة الضربة جاتني مع النضال عمك شويه كوزنا لها شويه كانت هي تحكي لكم كيفاش حسيت كيفاش يلا والله هي في الحقيقه المقلب ماشي هو اللي هي الاخت سيرين اللي نحييها ونقول لها صحه فطورها المنتجه هما كانوا على اساس جايين يديروا ياخذوا كواليس تصوير المسلسل وانا قبل غير هبط سقسيته قلت له هذا الحصه وانا حجوز فقال لي تجوز في التلفزيون تاعنا قلت لك هذا باساج ما بغيتش كثر معك الهضره باش ما تشكيش ايش هكا انا قلت بالك حشم بالك هكذا سقسيت المخرج ايه صغير استاذنا وجدوب سقسيته شغل هو كان ساكت بزاف ما حبش يهضر زعما هكذا انا قلت بالك ما بعد حنا بدينا نشوف حتى نشوف في الاخت سيرين دخلت قالت له هذه الحصه ونجوز وهي اللي قنعتني باش نجي نشارك على اساس نحكيوا على المسلسل وكواليس وكلش ما تقال لي تجوز في واحد السيت ما على باليش وانا اساسا علاوه قال لك انا شكيت وانت شكيتي شويه باللي لا في الاول لا لا ومن بعد كي بدا شويه يبكي وبدا انا وشكون يخلصهم صافتي لمية في الساعه انت ني شفتك شويه شويه شويه, شوية, شوية علاوه وي وانت حكموك ولا حكمتهم لا لا حكموني مي فقت في الاخر انت قلت باللي فقت ايه بحكم الخبره شويه ولا نو باسكو كنت على بالي باللي هم يوجدوا لي في فخه باسكو واحد كاطرون هما ورايا ونفيدك الفايده والحاصل جبناك ساعدوا نصربي بروفيتي باردون على هاد لا كاميرا كاشي اللي كانت صح خفيفه بزاف وكونتريرمون زوت كاميرا كاشي اللي نشوفوا فيهم اللي راهم يخوفوا في العباد بزاف اي راهم يديروا لهم في المرض دونك برافو رياليزاتور يا سولي كي ا ليدي بور هاد لا كاميرا كاشي يلا عطونا تحيه لكل الفريق بشير كان مشارك مع بشير كان على بالو كومبليس معنا كان كومبليس معنا هز الميكرو برك ميكروفون بشير انا كنت كومبليس بيان سور يفالي انفونسي شويه ساره ورانيا وكانت نجحت يعني لا كمان انا حبيت نعرف برك واش حس باش يسلم كي جا هو يلعب علينا حنا موفين حنا اللي نقولوا قدام لا كاميرا يلا قالت لك واش حسيت كي تبيجي فينا و تتولي دوك ممثل ماهوش حاجه سهله التمثيل اكيد البصمه الرنه كما نقولوها لي زيبيس هذوك اللي تحطوا في الله يبارك عن طريق فنان الكبير محمد روال نرحب بك مره اخرى انا نحبك نحبك كفنان ما شاء الله الله يسلمك نحب نسمعك يحبك الله ان شاء الله كيف كان اللقاء معك مع بشير وكنت انت لي موسيقى المسلسل كنت انت لي المسلسل تاع بشير هي من توقيع موسيقاك نعم والله على كل حال هذا شرف ليا لي يعني كل مره راني نحاول باش يعني نشارك مع الاخ بشير سلامي والتلفزه الجزائريه يعني اللي يعملوا فيها ثقه ودان كوتي نقول فوالا الحمد لله الرساله تاعي قدرت توصل من الجانب الروحي والجانب يعني في الموسيقى اللي يعني انا هذه رساله تاعي الجانب يعني السلام المحبه اللي نحاول نعملها يعني نحط هذيك البصمه في المسلسل وفيها دائما ولو مره على مره يكون يعني المسلسل يكون حزين وفيه بعض
لقطات يعني اللي يعني تكون حزينه، لكن دائما نقدروا نديروا انيكيليبر بين الموسيقى او التمثيل من الجانب يعني كاين دائما الامل. فوالا هذه الامل ربما هو روح الفنان، حتى الامل هي روح الفنان. نعم لا نعيش بهذاك الامل اللي يقول راح نغير ربما. صحيح. هل تحس بانك غيرت شويه او اضفت شويه المسلسل بصراحه صراحني يعني ما نقدرش نقول مثل بشير يعني ضاف شويه المسلسل اللمسه الفنيه هذيك. اعطيه الميكرو. انا ما تجيش في بالي ندير مسلسل بدون محمد روان، باسكو أيوة. لازم لي لا ميوزيك تاع محمد روان، باسكو لحد الان كامل يعني لي فيتون اللي درتهم كان فيهم محمد، ولي شرف لي نخدم مع محمد باسكو على بالي فنان كبير. الله يبارك الله يبارك. وكان نجاح كبير في يعني في جينيريك. كان نجاح كبير باسكو جينيريك عنده أهمية كبيرة في المسلسل. يعني لكن عندي جمهور سي بالموسيقى تاع محمد روان، فنان القدير محمد روان طبعا. دي جي رفيق، انا راح ندوك نقدم واحد من قسنطينه والله شونسو هذيك عجبتني تاعو. معليش هبعد علاوة اكل الميكرو. انا صغير كنت نشوف المسلسلات تاعك خاصه كنت في قسنطينه، وكانت مسلسلات اللي وصلت باللهجه القسنطينيه بقال لي وقلت لك وتليت لي وغيرها والسويقه ورحبه الجمال والقنطره وصلت حتى تقريبا العالميه يعني في الوطن العربي كامل عادوا يفهموا، لانه شوفوا الان الدول العربيه الاخرى احنا نعرفوا لهجتهم علاش بالمسلسلات تاعهم، لكن حتى انا مدبيه اللهجه الجزائريه الله يبارك شحال عندنا اللهجه حتى احنا نوصلوها، وانت ساهمت بين هاد الناس اللي ساهموا باش يوصلوا اللهجه الجزائريه للوطن العربي بصفه عامه. لا هي اللهجه تاعنا في قسنطينه تقدر تقول اي لغه عربيه مدرجه كما يقول مفهومه يعني في الجزائر كامله. وهذاك الكلام اللي احنا ندرسوا بزاف لو ديالوغ، الكلام اللي في الجهه هذيك ما يفهموش نحطوا الكلمه اللي يفهموها دوك، نخدموا على الليست لوست لو سونتر لو سود، نخدموا عليهم بصفه عامه باش توصل كيما نقول باش توصل. قد قلنا واحده صاروا لنا بزاف بوكو بليس في المسرح اعطينا واحده خلعني نقول لك لازم تخلعني باسكو هذيك مديرها غير الخلعه خلاص نخلعوا فاتك وقت السحور اللو علوة وينك؟ يلا تفضل وينك انت في رمضان سي علوة؟ انا في سيدكم عيشه وعياش. عيشه وعياش مع نضال. مع نضال يلا. واش غبت شويه علينا صح ولا ماشي صح؟ غيبونا ماشي غبت. معليش يا خويا هدر فرغ. فرغ رانا في شهر الرحمه. احكي باسكو الفنان ما يغيبش كيعيطوا له يخدم. انا والله نحبك ملي كنت صغير يعني صراحه كيما انت كيما فنتنا القديره نضال. نضال مرحبا بك. صح فطورك. الله يسلمك. شكرا اولا على هذه الاستضافه. والله هذه قديره انا عندي عليها تحفظ دائما نقول انا البارح بديت مازال. خليني من خلال الحصه هذه نحيي الوالده نتاعك وقلها ربي يطول في عمرها ان شاء الله وكل الاسره الجزائريه اللي راهي تفرج في التلفزيون الجزائري وخاصه هذه الحصه. وشكرا لك على التقديم الجميله. العفو نضال بلم زيتي كما نقولوا. ساره ما قلتلاش طيبتي فطور باسكو على بالي ما طيبتش انت واش طيبتي فطور؟ والله عاده انا ندير شوربه بيضاء والبلا دوزيام يكون حمر يا اما متوم يا اما طاجين زيتون يا اما او طاجين الحلو دائما كاين. نضال تلاقيتي مع علاوة عندك شحال ما خدمتيش معاه؟ اكيد فنان القدير استاذ علاوة زرماني. والله انا من الناس اللي تربوا على الاعمال تاعو سواء مسرح ولا مسلسلات. كان لي شرف اني تلاقيت معاه في هذا ما خدمتش معاه. كان لي شرف اني تلاقيت معاه في هذا السيت كوم للمبدع نزيم قايدي. وعلاوة زرماني اضاف لي يعني كفنان اكيد طبعا. وانا دائما نقول انه عندي الحظ اني دائما نوقف قدام الكبار، اللي يوقف مع الكبار دائما يكبر ودائما يمشي لقدام. الله يبارك. تحيه كبيره. زهرو طريق فطورك
طريق الهاوسن. طريق الهاوسن كاين الميكرو سيبون احسن لحوني سيبون. صار واش راك؟ صافا الحمد لله. صافا فطوركم وشرف كبير اللي راني مع فنانين جزائريين كبار كبار بالاسم وبالقيمه وسيرتوني دار راهي مقابلتني. زدت تفكر تشوف لي ليزيماج. عجبتني دار واش داهني في الانترنيت. على بالك على وجه الفنان كان قدامي فنان كبير احترمته راك سلكت معليش. طبعا كما نقولوا تشوفوا في الزبده النهائيه راكم متابعوا فيها عن طريق برامج التلفزيون الجزائري سواء المسلسل اللي قدمه المخرج الكبير باشو السلامي. انا نقول كبير لانه نعرفه وش يسوى وكم انتم كذلك تعرفوه او هذه الوجوه الطيبه اللي حاضره معنا مش سهل انه يقدموا هذا العمل ويخرج للفينال كما نقولوا المرحله النهائيه راكم متابعوا فيها عن طريق برامج التلفزيون الجزائري. وبرامج التلفزيون الجزائري ثريه ومتنوعه فقط من اجلكم انتم. تابعوا. برافو يعطيك الصحة. بلاش انا كي تجيني القصبة وتجيني يا الصيفية والشاوية نجي عند علاوة نجري انا. نقول تحية لعلاوة. محمود روان الفنان يتذوق كل الفنون اكيد كيما اللاعب. يلعب لازم يشوف كل الفرق باش يلعب هو ويعرف واش يدير. ابسوليمون. الله يبارك التراث الجزائري متنوع وثري وثري جدا. هل انت مبدع؟ هل خمم فكرت ربما ولا راح تفكر باش تبدع ربما شويه في الشاوي بالطبع تاعك بالفن تاعك شويه في الترقي في الصحراوي شويه في القبيلي ولا حبيت تخصص انت بفنك الطبع تاعك الخاص؟ لا هي على كل حال واش راني نعمل حاليا ولا يعني منذ 10 سنوات هي هذه الثقافه تاعنا تاع الجزائر تاع الجزائر وكوني جزائري اللي هي اللي عطاتني هذا لاريشاس هذا الانسبيراسيون هذا لي مود اللي عندنا يعني من الكوتي يعني تاع الصحراء الجزائري او يعني الغرب الشرق احنا طونك يعني تاع الجي يعني اللي تربيت في الشعبي وتربيت في يعني في الموسيقى يعني تاع كيما نقولوا المرحوم العنقالي يعني الى 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 ريفوليسيوني ثاني لا ميوزيك الجيريان فوالا هذا كاع ايتيك سي اللي انا عايش فيه ومن بعد سا ديبون سا ديال الروح تاع البنادم كيفاش يعني الشخصيه تاع البنادم كيفاش باسكو اترافير ان ميوزيك اترافير ان مانيير دو جوي هكذا في العزف نقدروا ميم نعرفوا لا بيرسون يعني كيفاش يكون كيفاش يعني راح نسمعوك الان تروح للبلاطو الاخر جوج روحك باش نسمعوك نمدوا الكلمه ربما الاخيره لسي بشير يلا تفضل سي روان سي بشير الله يبارك عندنا اثنين حلقات او ثلاث حلقات من اللي بدا المسلسل الجديد قلوب تحت الرماد الله يبارك الان شوفوا باللي الصداره هو بدا او بدا دوزيام تروازيام ورايح وحده وحده اكيد توعد الجمهور الجزائري دائما انه بشير سلامي تكون عنده ميزته وبصمته الخاصه ان شاء الله ان شاء الله نستناو اخر يوم من رمضان
ونشوف كانت لا رياكسيون دو بوبليك. ان شاء الله يكون مسلسل في مستوى، وبدون شك كيف يقولوا يعني جو سوي تري توشي كي نعرف بلي المسلسل كان يعني في المستوى، ويعني يعني في المستوى ويقيس الناس، خاصة في هذا المسلسل الأخير. يعني شوية فيها يعني دراما توجع شوية، شوية قصح، توجع شوية. بشير، يغلب رمضان ولا يغلبك بصراحة؟ أنا رمضان ما أخبيش عليكم، نرقد له باش ما يغلبنيش. لأنك تخدم في الليل أنت في المونتاج. تخدم في الليل وي. يخدم في المونتاج بنسبة كبيرة جدا. صح. بشير، أنت مخرج، أنا نقول عليك الله يبارك. حبيت فيك. أنا كمشاهد وكصحفي جزائري وفي التلفزيون الجزائري، حبيت نشوف بشير في المسابقات العربية الكبيرة العالمية. لك الله يبارك، بشير سلامي دوك الصغير فينا يعرفوا. فإذا قلت لك شكون المخرج العالمي تأثر به بشير وهو صغير؟ انا اللي كان واحد اثر فيا بزاف سي كان هو سيناريست ايطاليان كي تي ايتوري سكولا. كنت يعني حاب نكون مخرج كيما ايتوري سكولا. ممكن نشوفوك في المسلسلات او في فيلم اكسيون؟ نو جو بار دو سينما. لا انا الان حبيت نسالك سؤال، نشوفوك كل اعمالك تجتماعيه دراما ودموع، دائما دموع. اللي قدر لنا فيلم اكسيون، حابين نشوف فيلم اكسيون. انا ما قبل المسلسل كنت في السينما، انا كنت نحب السينما وماذا بيا نعاود نولي شويه للسينما. يلا بقى بصح، لكن زدنا شويه متاعنا بخرجاتك. يعطيك الصحه، اعطيني الموسيقى تاع بشير. خير لك دي جي رفيق، على بالي عنده شويه وقت باش يوجدها. خير لك موسيقى هوليووديه، موسيقى تاع زمان، تاع الوستر تاع زمان، كنا نشوفهم، لانك بخبرتك وحنكتك طبعا في العمل والاخراج الله يبارك، وقدرت توصل القلب الجزائري. نضال باش واحد يوصل القلب للاسره الجزائريه مش سهل اكيد. مش سهل اكيد، ولازم يكون جزائري 100%. والحمد لله على جزائريين. اعطيني موسيقى باش نخرجوا بها. يعطيك الصحه بشير. الله يعطيك الصحة، بلاش لو تبقى العمر كله هك ما نملوش منك أكيد. أعطونا تحية مرة أخرى للفنان سي محمد رواح. يعطيك الصحة سي، ممكن في الختام شي كلمة ختامية تقول لنا سي محمد رواح قبل ما تغادرنا؟ خذ الميكرو فقط. أول إن شاء الله رمضان يعني يجوز علينا بالصحة والهناء، وكل عام الشعب الجزائري والأمة الإسلامية هي بخير. نتمنى إن شاء الله المحبة والاستقرار والجزائري يعني يعرف الخير اللي أعطاه لنا سيدي رب العالمين. فهمت، لازم نتهلاو في هذا الوطن، وحب الوطن من حب من الإيمان بالله. برافو. هذه هي، ونختمها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعطيك الصحة. صحة، شكرا كثير سي محمد.
طبعا استمتعنا بهذه المقاطع الجميله جدا للفنان الكبير محمد روان طبعا اللي ادى هذه المقطوعه اللي ان شاء الله يا رب نتمنى له مزيد من النجاح ومزيد من التالق. طبعا نرحبوا بوجوه اخرين او ضيوف اخرين يعني يكونوا حاضرين معنا الان في هذا البلاطو، بلاطو 100 في الساعه، هما كذلك عندهم بصمه كبيره جدا لكم انتم لكل الاسر الجزائريه. اول ضيوفنا حبيناه ونحبوه بإطلالته وبشاشته بكل الحصص اللي يقدمها لنا ومازال يقدمها لنا، هو أستاذنا في مجال الإعلام وحتى في التمثيل وبصوته الجهوري الرائع جدا، لقد جاء محملا بعشر ناقات من الزلابية وقلب اللوز، يلا يا جلال شندالي. صحة. نولا نقول يحسن عونكم، يحسن عونك يا يما يا اختي يا مرتي يا اختي يا بنتي على المرأة الجزائرية في رمضان. رمضان كوزينة واش تحب ديري الله غالب، ولكن فيه مثل يقول أمهر الطباخين في العالم رجال مش نساء. شيف كمال يلا انا ودي جي رفيق خيرنا لك هذا المقطع تاع سنان ويا سنان، اكيد تعرفوا سنان. ما احلى نعيش في بيت واحد، لانه الكوزينه هي البيت، هي اللمه تاعنا، نتلموا على المائده تاعنا كما لمتنا في رمضان، ولمه رمضان عمرها ما تحلم بلا مراد خان. مراد خان عاود لي المقطع اللي كنت عاودو المقطع تاع يا حفيد يا ستار لطف بينا، صفي قلوبنا من الدمار والغبينا، في هاد زمان كتروا الخلايا، واحد شاري لاخر بايع، واحد هابط لاخر طالع، فرماسيا لحقوه العقاقر. اسمح لي تيمبو طايح. يعطيك الصحة. لا لا يعطيك الصحة. رمضان رمضان الصحة. طول عمرك. يلا ضيوفنا مازالهم ديجي كراف، ضيوفنا مازالهم يتوافدوا علينا. طبعا نرحبوا بضيف عنده والاخر بصمته الخاصه لانه من اسره ومدرسه فنيه، الشعبي ديالنا كي نقولوا ديالنا نعتزوا به بوطنيتنا بحبنا لهذا الوطن، لانه الشعبي ديالنا ما تحت واحد. فنان القدير اللي عنده والاخر برنامج في التلفزيون الجزائري سيدي علي ادريس. امبارح وانا بعزوبتي فارح بالشوق والهوى سارح، كان في عمري 20 البارح، كانت الموال تتلوح صحة البدن تتريح يا زهرة السنين. البارح البارح كان في عمري 20 يا خسارة على 20. البارح كان في عمرنا 20 وربي كبرنا في طاعته بالخير ان شاء الله يا ربي. هو التلفزيون الجزائري دائما هو جسر بين الماضي وبين الحاضر، يقول لك القديم حبه وجديد عمرك ما تفرط فيه. جديدنا هو شاب جزائري حلو كي السكره، السكره كي تحطها في كي قلب اللوز، خير رمضان كي قلب اللوز. يلا هو اللي يقدم سكاتش والفكاهة ديدينا. برافو ديدين، برافو. كاينه حاجه ما عبالكمش بها، مسيو جلال وليد حمصي. وين؟ في لامادراك نسكن احنا، ولاد لامادراك خو، إلا معليش ها، عطونا تصفيق على لامادراك. معرفة معرفة.
كاين بزاف عباد ما على بالهمش مسيو جلال بلي ليميسيون 100 في الساعه مربوحه. على بالك بها انت مسيو مراد، باسكو دارنييرمون صار العلامه كي خدمت في سيزون 1 غير كملت عيط لي خويا كان حاب يبرجيني باش نروح نجوز فاكونس في الالمان. سيتي جينيال هذوك لي فاكونس ما نساهمش افي. غير حنا لحق تما خويا داني باش نزور واحد المتحف، المتحف هذا كي تدخل كاين الكور تاع الانسان كومبليت تشوفو قدامك، راك تمشي تشوف الكرش الامعاء الغليظه. انا بديت نيماجيني هذاك المتحف لو كان جا هنا في الجزائر سي لا كاتاستروف، باسكو راه راح يكون بلاصه تاع لي رونديفو وانا حنكون واحد من الناس. راك تيماجيني انت ان كوبل لداخل، الو وي وراك يا عمري وين اكزاكت في القلب، هابطي كيما الامعاء الدقيقه وي جوزي على الامعاء الغليظه كاين صالون دو تي شباب تما سنيني فيها. راك تيماجيني حياتنا كومبلي هكذا. مي انا كي كنت صغير ما كنتش نحب نقرا، كنت شان بون يلاب صح وشنو، كنت نروح للمسجد كومام، كان تعجبني لسان وين كنت نضرب طفله ويجي لي الشيخ يقول لي بوسها وطلب منها سماح. تروا فوا انا، تروا فوا انا بروبوزي لها زواج يترفس فيا. مي سافا جيتي ان بون ايلاف من داك مي با ترو، باسكو في تربيه اسلاميه دانييرمون ديت 0.75. جا لي بابا قال لي جيسبر كو تعرف تشهد باسكو 0.75 في تربيه اسلاميه فيها الشوك. اي وكاينه حاجه صرات لي ليا الصح دانييرمون، كنا نشوفوا في فيلم تاع تيتانيك وانا بابا اخينا باسكو الارضيه رحمنا اي رحمتنا ونشوفوا في كانال بلوس، وجات لا سان وين جاك يكون مع غوص في زوج براتسو، هو يشوف فيها هي تشوف فيه، هو يشوف فيها هي تشوف فيه، وانا راني نشوف فيهم وبابا شافني بلي راني نشوف فيهم ويما مرقت لي الو رانا غير شميت لوج زابيت لاشان. بابا شاف فيا قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، اعد اللقطه لنرى ماذا فعله الكافرون. سي مانيفي كي مصباح انا نحكي لكم بصح ما حكيتكمش على البلو غرون ايفينمون اللي صرا لي هاد ليامات. نورمالمون غير نحكي لكم على البيبليك فوزالي فوز ايكلاتي. يا دارنييرمون خطبت ايه مي خطبت وحده شيكا زعما جون فامي شيك، باباها سي ان بيلوت، ماماها بسيكولوج، خوها سي ان بروف دو دونس، وهي يتقرا باش تولي طبيبه. سي مانيفيك بارابور ا موا باسكو انا فاميلتي كاع مهبل، انا بابا يخدم لي ديمو، يما كياسه في الحمام، اختي فيها كاع صفات غير تاع انسان ما فيهاش، وخوتي كاع مرضى. الور سيتي الشوك دو كولتور نهار اللي جبتها باش تفطر عندنا في الدار. غير ريحت يما البولي طاكيني مون بار قدامهم، قالت له رجلي، قالت له نشوف فيك غير تسمع، قال هاني ناكل بزاف، قالها الرايب كاع، قالها يخرج لي الكرش، قالت له انت واش راك تصنع يخرجوا لك واقيلا لي فوسات. الور بابا شدها لها، شدها لها بابا، قالت له عمري لو كان زعما انا نموت انت واش يصرى لك؟ قال نهبل، هي ولات حمراء قدام لي زانفيتي بيان. قالت له ما انا ان شاء الله ما تعاود الزواج، قالها مهبول يقدر يدير كلش. ميرسي سيتي تو بور موا. صح هادي دير. ميرسي. معنا ديدين، نعطونا تحية مرة أخرى لديدين. يحفظكم ميرسي. ديدين، أنا نعطي لك سؤال، أه أنا في سيدنا رمضان المبارك، باش نروح ندير لك من القلب، نروح لك البوزلوف، نروح لك الغرناطة. يلا باش نعرفوك الجمهور ديدين، شاب ديدين. بان سي ديدين، كنت في قنوات خاصة والحمد لله دوك راني في التلفزيون الجزائري. بور لو مومون عندي أون سيت كوم واسمها بابا سليمان اللي راح تجوز في التلفزة الجزائرية، وراح نكون أون تورني بإذن الله. في لي سواري تاع رمضان راك مانفيتي حسن، عندي قسنطينه اورون الجي ودو دات في المترو دالجي. مرحبا بك. المترو دالجي مليحه العبسه تاع المترو دالجي. وي كيفاش المترو يمشي وانت راك؟ لا لا المترو كي يكون يمشي يحبس غير يلحق الكالا يحبس. أيوة. الناس يهبطوا حنا نديروا الكالا. فوالا فوالا حسن حسن يعطيك الصحه ديدي. واش تقول لنا؟ هذا واش نقول لكم؟ ونقول لكم صحه رمضانكم وان شاء الله تجوزتوا رمضان بالصحه ولهنا وصحه عيدكم. برافو ديدي. الله يحفظك. ميرسي حسن. خيلا. انا نروح لها على خير. برافو برافو ديدي يعطيك الصحه. شكون كثير الله ان شاء الله نتمنى لك انا شخصيا مزيد ومزيد والمزيد لانك تحب هذه المهنه. صار واحد يحب هذه المهنه اكيد راح يوصل بحول الله. جا 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 جلال 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 جلال. بسم الله الذي لا اله سواه والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن والاه. رمضان كريم، كل سنة وانتم بخير. الله يسلمك. أولا وقبل كل شيء أنا عدت إلى أمي، أنه جلال إذا كان نراه هنا اليوم فهذا بفضل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
ولكل من تقلد منصب المسؤوليات في التلفزيون الجزائري أقول لهم جميعا رجال ونساء شكرا لكم وشكرا لكم لأنكم صنعتوا مني هذا المنتوج اليوم. أخوكم جلال. شكرا جزيلا. شكرا كثير. الله فيك. اليوم راك معنا باش نرجعوك للزمان. نعم. ودرنا مقالب تاع هاد رمضان. نعم. ولكن عندك انت تاني بصمتك الخاصه وربي ربي يخليك ان شاء الله لينا دائما مدرسه. خلينا نشوفوا مقالب زمان مع جلال ونعود. السلام عليكم. السلام عليكم. صح بكم بكم. في المير. اوكي. اسمح لي اسمحوا لي. صح اخ جمال. صح الشيخ. اهلا بك. اسمح لي اسمحوا لي دقيقه. اسمح لي الله يرحمه. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا اخي ما كنتش في الميو. انا كنت في الميو. كنا في الميو. كنا اسمحوا لي. معليش معليش تفضل. لكن سيف جون. تفضل. عندي ان بروبليم كبير. انت راك بروغرامي شوف افتتاحيه. فرقة قرطبي. نعم جينيريك. جينيريك من بعد انت. نعم. هذا اللي من المفروض. نعم. انا قادرك بزاف يا شيخ. تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترمك بزاف. تفضل نروح راني عارفك وين راك رايح غير اخرج. والله والله صلي على النبي وين ده عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. بروجرام واحد اخر راح تبدلني. اه وين تديني؟ في واسمها يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله واسمها هذيك موغار. نروح الموغار. اه لا انا ما نبرمج هنا اسمح لي لما نخدم هنا ما نخدمش هنا. اي دوك هذه مشكلتك يا شيخ انا علاه. لا لا انا نخدم. انا تعرفني يا اخي مو لا انا نخدم انا نخدم هنا دوك كيف اللي يولي هذا عدم احترام. اسمع لي يا جمال دوك انت انا ملونشي على اسمع يا جمال انت كنت دير في خدمتك ياك. تفضل منكم نوض. تفضل فقط هذه سهلة. الله يعيشك انت كنت تخدم في خدمتك كل واحد يثاب لا لا انا دوك تلقيت مكالمه من عند المديريه نتاعي تقول باللي الشيخ البصري الحاج البصري يخدم في الموكار. لا يا خويا دوكا مشكل. لا لا انا ما نروحش الموكار. سمح لي بصح ما تقدرش تجوز معايا انا بصح انا اللي انا نجوز هنا ولا ما نجوز انا يا الليله في الشجس انا ما نجوز يا شيخ. مالي ما نجوزش. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. انا تلقيش. نعم ايه هو اللي راح ما حبيتش نقول له انا شكون سري الحال سري. واش به جابوا لونكسر ديالو. ما عندي حاجه انا اللي نخدم باش يخدم شو هو انا اللي نخدم. مي هو قالوا لي يخدم يا لا لا انا اللي من بروغرامي وانا نمشي لي كونطرا. عيطوا لنا واش عيطوا له للفريد. عندي ان كونطرا سيني باش نخدم هنا. يا صافي انا المسؤول على البلاطو يا نعم يا الحاج. مش انا اللي فهمتك دوك انا كي تقول لي باللي يا ودي يجي سري ولا يجي طونطون بير ما عندي حاجه به. انا نجوز هنا انا اخويا المسؤولين تاعي ما عجبهم ما عجبوش. كيف سبحان الله كيف ما عجبوش ولا ما عجبوش وعلاش يدير عقد وعلاش يسيني لي كونطرا. العقد كونطرا مع الكوميتي دي فات ماشي مع التلفزيون. ايه مش عملني نخدم ديال الكونطرا تاع تي تاع الكوميشن دي فات. اليوم ما تجوز لا كوت بار تاعي. اليوم ما تجوز لا ما يجوز لا شري ولا طونطون. انا قلت لك ما نهبطش يا حسين وهذه تروح كبيره وتوصل لك كبيره يا خويا. وصلها ولا حبيت هذا حقك. وصلها حقي ولا حبيت. حلاوتك ماشي درجه حلاوتك انت اللي تفهم الامور وانت اللي تقول لهم لا. انا راجل مبرمج. اسمح لي لي تكنيسيان سون سير بلاص لي جيكسي نتصرف فيهم. انا نتصرف فيهم كلها. انا نتصرف فيهم الاوركست ديالي. انا كي نقول ما تجوزش في البلاطو ما تجوزش. ما نخدمش ما نخدمش ما نخدمش على بالهم بدرهم هذا 100 واحد اليوم. انا كنت قلت انا راني مشي ني كونطرا والناس تستنى فيا لازمني نروح. سيدة تفضل فقط استاذ تفضل تفضل. ايتها السيدة السادة اليوم اصلنا يعطيك الصحة واسمح لي بالبزاف. يعطيك الصحة رانا فوالا يجوا الافكار بصح بنينا لك فخة والله يعطيك الصحة. قلت لك فخة. سوفنيفو سيتي لزاني 70 رمضان يا رمضان اهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن. وكأني بك يا جلال من العهد القديم عدت إلينا بهذه الصور الجميلة. فقط بين قوسين اسمح لي جلال نترحمه نترحموا نترحموا على كل الاسماء اللي فقدناها. الشيخ البصري الله يرحمه ويوسع عليه وزميلنا واستاذنا كذلك جمال الدين قيسمون الف رحمه الله عليه. اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين. وهذه فرصه كما تشرفتم
واستدعيتونا، هذه فرصة باش نعودوا نرجعوا الصفحات الأولى. صحيح. هذا سجل عائلي، التلفزيون سجل عائلي. لما تفتح الليفريت فامي نتاعك تبدا تشوف الآباءك إخوانك الكبار، هناك من توفي، هناك من، وهذه فرصة جميلة. ولهذا فقط في هذا الشهر الفضيل هذا، على الأقل إذا كان نخسروا كل شيء نربحوا أننا نترحم على من علمنا وكبرونا. جلال، قبل ما نروح نكملوا مع ضيوفنا كذلك، حلوة معك القصرة أكيد، لكن من خلال المقلب ومقلب زمان، لي تحية كبيرة لسي مخرجنا محمد جدوب اللي خير هذا المقلب بالتحديد. حتى الكلام حكمناك الفخة، شوف حتى الكلام حلو تاع زمان. ومعاه من درت الفخة. والله كنت أرتجف أكاد الوقت بحلاوة ورغم أن صغار سني وأساتذة عمالقة، أستاذ سري الشيخنا رحمة الله عليه، الشيخ البصري، نعم، حتى شوف الاحترام. صح، حتى ولأنه تصور أنا ما أعيبه على الجيل نتاع اليوم، العنف في المقالب، العنف نستعمل وسائل قتالية تاع قتل في المقالب، وهذا ما، وهذا الحمد لله التلفزيون الجزائري ما عندوش، الحمد لله ما عندوش. سيدي علي ادريس ربما شاطرني راي نتاع وليد التلفزيون الجزائري. التعبير تاع جلال خلاص يعجزك على باه، ما تقدرش تهدر. احنا ابناء التلفزيون ولكن انا ابن الاذاعه. نعم. تجربه 18 سنه هي الاذاعه والتلفزيون دار واحده، الاذاعه والتلفزه عائله واحده على كل حال، وتعلمنا وعرفنا ناس وفنانين والحمد لله. لا تكسع قهوتك كيفاش راهي؟ لا باس، قهوتك حصة إذاعية واقتبست للتلفازة. شيخ جلال، وإن شاء الله في رمضان كاين 4 حصص، هي حصة أسبوعية يعني هاد السمانة إن شاء الله تجوز واحدة إن شاء الله. نعم، بالسبت إن شاء الله على 11 بعد التراويح، الناس يكونوا في ديارهم وشوفوا فنانين وشوفوا ثقافة. تجربتك تفضل جلال، هالتجربة يعني كيف وشرف فيها وشك تشوف فيها أنت؟ بالنسبة للتلفزة، بس نبدأ تجربة قهولتي. قهولتي على كل حال هو موضوع أنا متمكن فيه، عفوا لا قلت متمكن فيه، ضمن تاعك صنعتك، لأنني كما فنان كما الفنانين اللي استضفتهم، والإذاعة تعطيك خبرة. وجلال جاز معايا في حصة، واحد الحصة كنا نشطوها في القناة الثالثة، وتعطيك تجربة وتتعلم بزاف مع الفنانين ومع الضيوف. الله يبارك، ما شاء الله، عطونا تحية لسيد علي. الله يسلمك، زينو، الله يبارك. أبو راد، أنت كل يوم راك عاقل أخو، يعني انا تعلمت كي يهضروا الكبار صغار يسكتوا. هاو بدا. لا شفت كيف قلت لك لحق طلارو ترات. لا 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 جلال. نهضروا باسكو يقولوا اسلام شيخ يحسبوا شيخ، نو شيخ يعني شيخ. الله يبارك، مدرسه. مراد انا كلمتك لانك الان هذا رمضان عندك حاجه خاصه. رحت الكوزينه يا اخويا، حاجه خفيفه، رحت النشاف القلب الحبه، رحت البوطوروج كيما والله. حرام عليهم، حرام عليهم، الله حرام عليهم. الكوزينه وش شاف كمال يعني اللي نحييه فريمون، ما شاء الله، ما شاء الله، فوالا هاو حاب يديها امام الخبزيه هاك تشوفها. هاو جاب لنا خبزه، كم جبنا الخبزه؟ السلام عليكم، دوق معليش، دوركم وربكم كريم، دوقكم بيان سور. أيوة. كمال كلمه برك، اسكو خبز الدنتي؟ ما راناش بالدنتي. راه تشوف سبيسياليست تاع مقارون، هذا جي ديكوفير يعني في ليميسيون تاعنا تاع اليوم. هذا الخبز هذا وعلاش يعني سي لو سيمبول تاع رمضان، ما كاش طابله ما فيهاش الخبز، ومالوغوزمون يعني نبدلوا بزاف خبز في رمضان. صح، انا جبتكم ان سيمبول يعني باش نتفكروا ان شاء الله يعني المشاهدين الله يا كمال ويتفكروا بلي الخبز ما لازمش نشريوه كثير، خاطر كل يوم نشريوه كثير ومن بعد يقعد كمال وما نعرفوش. فكرتني، فكرك ربي في الشهاده ان شاء الله. رمضان العام اللي فات احصائيات اكثر من 6 ملايين خبزه رميت في النفايات. أنا. والله غير عيب علينا صراحه، خاطر احنا مسلمين ونعرفوا القيمه تاع الخبز. نعم، هذا العام ان شاء الله اسمها اسمها الحصه تاعك في رمضان هاي تجوز. هو يقول لك هي واسمها بين شطارتك، فهمتك، حصه على برامج تلفزيون الجزائري، تابعوا باش نبداو اليوم. ناخذ شويه السلق، هاي ربطه شبه هكذا تكفينا، ونزيدو زوج حبات بورو
فوالا حنا نسخوا حبه بصل ناخذوها موين ونكملوا القضيه تاعنا. عندنا بوارو بصل سلق وبطاطا. يلا حكينا شويه على بين ستارتك كمال. دونك فوالا بين ستارتك يعني ال سوفو اون ايميسيون يعني خفيفه يعني با تري سيريوز خاطر انا ديجا لي زانفيتي تاعنا نهضروا على واحده وغايب اليوم هو حامد عاشوري اللي حامد عاشوري حاجه حامد سي لو تريو اون ان تريو ويعني هما يجيبوا يعني الضحك ويعني يخفوا ليميسيون تاعنا وانا جو دون شاكان سون كراد بيان سور. لا تجربه مع الشيف كمال واش شوف سي اون اكسبيريونس كو جيمي سورتو عباك باللي الانسان تحب الانسان قبل كلكو سوا الفنان ولا كي تحب الانسان خلاص سا مارش. ولا بروميير فوا هذه شهاده لله لا بروميير فوا نخدم مع حميد عاشوري سي لا بروميير فوا يعني في حياتي نخدم مع حميد عاشوري سينسيرمون لقيت فيه انسان عظيم صح عظيم ويعني ما شاء الله ويعاون ما متخص حاجه يعاون تنسى حاجه يرفدك بسم الله ما شاء الله سورتو مع شاف كمال تاني اللي ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول فوالا الصوره تهضر. خلينا نشوفوا مقلب شاف كمال ونرجعوا يلا. مرحبا بكم في ليكول اشراق رانا دائما هنا يعني يرحبوا بنا ويعاونونا افيك لي زيكيب تاعهم اي لي كويزيني كيما راكم تشوفوا اوتور وعندنا لي دو سو شيف تاعنا اليوم رانا نوجدوا كي العاده الوصفه تاعنا مع الشيف كمال ولا نقولكم تبعونا خير. يرحم الله والديك الله يعيشك على بالي وشو يدور سي جي با ايمي صح الناس تقول اني انني غلط ماشي غلط دون سونس ما انا ما على باليش واش كاين على هذيك كيفاش ما على بالكش تقول انا غلط انا غاتني امرك تقول له راني غلط لا 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 ما تنسقش بهذه اقسم بالله غير صح يا كامل لا اقسم بالله ما صح صافي دير وقت الضحك صح لا 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 انت قول باك تخايل ولا ماشي كيفاش متخايل كيما درت ما لقيتلكش الحساب بصح لازم نتلف عليك نبقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحة طيبة شيء تلفت لك يا كمال ها؟ اه شنو نعطيوك الميكرو ماهيش احنا ربي انا ما بلاوي يلعب وماذا ماهوش انا خدتني عمري مدام كمال هذه قلتها لحميد ولا لا واش قلت له؟ قلت له بلي لافوت تاعي قلت له او غلط فاش راني غلط؟ اي فازي انا مادابيا تقول لي لي كات فيريتي اون فاس انا حامد يا با دو كات فيريتي انا حتى واحد ما فاهم وراه البروبليم تاعك حتى واحد انا مع بالك تجو دو لا كوميدي دخلت لك في الخيط قال لي حميد واش بيه قلت له انا رحت قلت له واش بيه باسكو انت خرجت ودخلت انا قلت تما نسي تجو لا كوميدي موالف ديرنا عفايس تجو ايه تجو سو بوان خويا ما على باليش ذاك النهار تغاشيت لنا هنا في القاعه ستي سو بوان ستي بير نقصرو بين نقصرو قلت له او غلط دون سونس كنت تو بونسي كي افي كيك شوز انا قلت له غلط باسكو ما كان حتى حاجه اسمح لي مالا نعطيه لك البروبليم من البدايه حرامي انت هضرت له كلمه بينك وبينه من الاول انا سا ما توشي باسكو انا كي نهضر معاه ديريكت هذا بدا يضحك انت قعدت تضحك انا قلت علاه كيسكو جي في دو مال انا خدتني عمري ومن بعد تولي تقول له تروح ليه اون فاس دو موا تو اوزي تقول له لافوت تاعي قلت له غلط نو قلت له ايه فوالا قلت له هو لو غلط فاش راني غلط كو عن بالك هضرنا عليه باسكو جامي دو لافي خلاص فاش راني غلط
كل عن بالك هدرنا عليك انا ما هدرش عليك واش نهدر عليك دخل نو انا دوك نقول هذاك باديس وراه الله يرحمه واش دخل باديس ياك انايا انا نو انا نقول لك لازم نفريها اليوم باسكو صمت فريمون توشي Vous venez d'être piégé, frère Kama. Alors, frère Kama. أكثر نساء أي حمد عاشوري تنو بيجي يا أنا فهمت والو غضبي سي دوبار غضبي ما فهمتش كي جوزي ولا ما فهمتش أنا جيت نسلك حصان غير الدرجة أنت كنت على بالك أنا نقول كلمة أي حمد 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 على نقول كلمة برك فهمت أنا إلى التلمة جونتي كان على باله أنا كأسمع ما لقيتش من نروح له والله غالب إلى جونتي إجلم بيها فوالا سي بور سا أن بتي كاك برك الله يبارك ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو مراد صيدته ولا شو على كل حال شوف حسن ما صيدتوش هو صيدني صيد روحه نو هو صيدني باسكو على بالك امبروفيزاسيون تمتم ما وجدناهاش مكدا بليزير هذا هو الفنان ولكن هذا هو الفنان وي بليزير برك مي سي تان غرون مسيو سورتو حميد عاشوري كو جو سالي دو باساج انا فهمت من خلال هذه الشبكه كمال يفرق بين الخدمه وبين الضحك قال لك خدمه اخويا ما والله لا غرون كو انا سي فري ما فقش يعني بلو غاغ ايتترا بصح كاين اون بريسيون يعني في الخدمه كي نكونوا في التورناج ايتترا ونديروا يعني بليزيور ايميسيون انا واش زعفت شويه كي بردا لي شويه وقت واحد الساعه وحنا ندورو واش ماشي انا يا البروديكتور صح ولا ماشي صح او الى بلاني هذاك هو مخدوم عليه هو هكذا مي فوالا ولكن الحمد لله جست مليحه وفي رمضان بين شطرتك راح تكون عندها ان شاء الله يعني الجمهور يعني يشوفنا ولي زيدي يعني جدد كيما قهوه ولا تاعي تاع سيدي علي نضال انت كربة بيت وام وفي الدار تشوف سيدي علي في المنشط مع الفنانين وفنان تحسي بواحد الحلاوه شويه لا صراحه اكيد طبعا الفنان سيدي علي نعرفه من زمان وعلى عندي الشك يعني في ثقافته الموسيقيه ونشوفه اقرب للتنشيط في ميدانه فيما يخص الموسيقى والغناء وخاصه الشعبي نشوفه ان شاء الله يكون ناجح ان شاء الله يعني يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها يلا نشوفوا لقطات من قهوه لاتاي نشوفوا لقطات ونعود يلا هب الريح على السحاب والليل زينوه نجوم يا محلى قعدات الحباب يا لو كان يدوموا ديما جديد السيامي القاسيان ويستاهل نجتهدوا له يعلم استاذ موسيقى اندلسيه بداو يكبروا بداو يتعلموا نحكيوا عليه حنا نرجعوا قصر يا راسي غربيك شيطانك وواك في الملحون يعني في التراث كرر الموت والقبر يا انسان ربي حبيت نغنيوها اغنيه تاع شيوخه تاعنا اللي خلاوهم لنا يا رفع الذنوب ليك امري جا الاستعمار دار ما داروه الجهال مرحبا بكم في القهوه ولا تاي القهوه ولا تاي يا الفهم دخلوا مدعيين القاضي شاو صباح قالوا له يا حاكم القضاء بيناتنا ولا تعمل حيلة تحية لكل فنانين حميدو فنانا حميدو كل فنانين الجزائريين نحيوهم روحوا لكبيز درك ها يلا طب يرا حراشي سيد علي دريس لا عاود لهم المقطع خليه يفوت وين نحتر معهم ضحك من بعد ما تجيب شعب تقدم سيدي علي دريس
ها سيد علي ادريس. توما توما. الله 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 يا شيخنا عبد القادر ساعو. قولوا لشيرة العياني ما كنت أؤمن بالعيون وسحرها حتى رمتني بالهوى عيناك. شيخنا القادر عبد القادر ساعو عميد الأغنية الشعبية الجزائرية ابن مدرسة الشعبي العاصمي. ربي طولنا في عمرك إن شاء الله شيخنا. نروح إلى الكويز الثاني. واحد ولا بشر انا عيوني حلو ولا فرقة كاميليون ولا هذه الأغنية اللي حققت نجاح كبير وكبير جدا لهذه الفرقة اللي تأسست مع عندها سنوات كبيرة ولكنها استطاعت ان تصل لكل قلوب الشباب الجزائري خاصة انه عندها العديد من النجاحات. ان شاء الله يا ربي مزيد من تألق فرقة كاميليون. أرانا في مقابل واحد. واحد مقابل واحد. واحد واحد. الله أكبر. أي واحد واحد. مقابلة متعادلة. يلا. اثنين مقابل واحد. نروحوا للمقطع الثالث. المقطع الثالث طب. أنور. اسمع ما نكذبوش رانا في رمضان. قالها جلال الأول. راكم صايمين قالها جلال. نحييو. أه. أه. زوج. واحد. زوج. واحد أفلقها تلقيت لي خبرها تزرع لي على خاطرها ومن عشقها من الثنايا وشفت الموت من عينيها يا ريت لقيت لي خبرها. جوهرة لمسان الشاب أنور هذا الفتى الذهبي صاحب الحنجرة الذهبية واحد من أبرز الفنانين الجزائريين بصفة عامة لي داع صيته داخل الوطن وخارج الوطن. تحية كبيرة للشاب أنور. مقطع الرابع يلا دي جي رافق. يدير المدرسة يدير النغمة الأصيلة يدير الأغنية القبائلية القصة الجميلة يدير هو عبارة عن صوت يحكى في المنام ويحكى في الخيال ويدير هرم من أهرامات الأغنية القبائلية. راكم اثنين اثنين راكم بالوطاج كما نقول راكم تعادل خبزة ما نقدرش نقسموها على النص. المقطع الخامس راح تكون كلمة نخبوها واللي يلقاها عنده الخبزة. خبزة. الخبزة يا صاحبي. خبزة. إذا حبيت بوراكة شوف الحاج حميد. يلا ثلاثة اثنين واحد أكسيون. يلا. هاي ريحة البارود ريحة البارود ليالية لا وش المقطع اللي ما كانش ريحة البارود ليالية قالك ليالية دي جي قالك ليالية لا سي بيردي هاي ريحة البارود رحمه الكلمه اللي خبانا دي جي رفيق نحيوك هي العنبار والعنبار هذه الرائحه الجميله الفواحه اللي تمشي مع المناسبات مع شهر رمضان المبارك لي هذه الاغنيه الجميله اللي تغنينا بها في افراحنا وفي اعراسنا الراحل المرحوم الشاب عزيز واحد من الاصوات اللي اعطت طبع جديد للاغنيه القسنطينيه والاغنيه الشاويه ومن خلال صوته جال كل العالميه والف رحمه ونور على الراحل الشاب عزيز الله يرحمه برحمته. احنا كي درنا المحاوله من المفروض ربع الخبزه باش نضمنوها لا معليش كاين واحد معليش هي 2-2 الخبزه واحده بونص لا راح نقسموا الخبزه ولا نعم نعم ياكل الدجيره رفيق يعطونا تحيه الدجيره ياكلها كامله وحده
هي 100 في الساعه خفيفه ظريفه حتى هي باش تكون. انا نحب حبيتكم تهضروا اكثر. نضال ما هضرتش بزاف ما على باليش علاه بالك غلبتها الكوزينه ولا علاوة. حبيت بصراحه نشوفك اكبر واكبر لك انت اكبر واكبر واكبر بكثير بكثير مش اللي تمناه فيك. نتمنى نشوف علاوة في مكان اخر, نشوف علاوة كمشاهد جزائري لان نحبك في الشاشه وتمد في الشاشه وراك مدرسه في الشاشه. علاوة في الختام حبيتك تختم لي وتتمنى في رمضان وش الاعمال اللي ممكن راح تقدمها وممكن امنياتك المستقبليه. انا في اصلي ممثل مسرحي. العمل اللي نشتي نقدمه للجمهور يعني الدور تاعي اوتونك ارتيست سي بور فورمي اي انفورمي لا ناسيون اي نون ديتروير لا ناسيون. نتمنى للتلفزيون الجزائري كثرنا من الانتاج ان شاء الله ويكثر يعني من نجاح ان شاء الله لكل اعمال ولكل فنانين الجزائريين. وحضورك معنا كبدل على ذلك. نضال ختام واش تقولي في الختام؟ في الختام نقول الجمهور الجزائري ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنه من خلال السلسله الكوميديه اللي قدمتها هذا العام مع فنان علاوة زرماني والمبدع نزيم قايدي. ونتمنى لهم ان شاء الله يا ربي لا تلاقينا ولا ما تلاقينا ان شاء الله رمضان دائما كريم وعيد ان شاء الله سعيد. شكرا. جلال ختاما باختصار. اخواني واخواتي ابائي وامهاتي وابنائي راكم تشوفوا الجزائر النعمه اللي رانا فيها. حافظوا على هذا البلد الطيب, حافظوا على هذا البلد الجميل والنعمه اللي رانا فيها اليوم. حافظوا على هذا البلد. شكرا كثير. شكرا لكم الوقت داهمنا وسمحوا لنا بلا قصرنا شويه في حقكم, ولكن نقول لكم وجهكم الطيب النيره نورتنا وحضوركم معنا زاد لي انا شخصيا شرف كبير جدا. ونتمنى كل الجزائريين يستمتعوا. فقط حبيت نقول في الختام لانه الشيء اللي ألمنا واللي الشيء اللي جرحنا هو كل حوادث المرور. كل يوم فيك العديد من الارواح تزهق في طرقاتنا. 100 في الساعه هو شعارنا باش ما نفوتوش ال 100 في الساعه لانه روحكم وارواحكم غاليه وغاليه علينا. كل واحد فينا ياخذ باله ياخذ حذره. خلينا نعيشوا نحبوا بعضنا لاننا نعيشوا في بلد اسمه الجزائر, والجزائر هي الامن والسلام والحب والوئام. 1 2 3 في فالا جيري. زينه 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 ارض بلادنا. زينه 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 ارض جدادي. بويرة بسكرة جاية سوق هرس تيجي الغردية بيتنا خصنطينا لغوات ستيف تيار التامان راست بشلف وطارة تيندف بومرقة سيدي بالعباس خضرة العسكر وبشار تبساتي سمسيل بليدة وتي بازار عين الدفلة برج بوعريري جعين تموشن تعنبا إليزي خنشلا مسيلا. خلال شهر رمضان الكريم مع موبيليس كل معلوماتكم المفضلة بواحد دينار فقط في خدمة موبانفو. باقة دينية, أحاديث, دعاء ومواقيت الصلاة. باقة الرياضة, كل معلومات الرابطة الأولى والثانية موبيليس وكرة القدم الدولية. باقة عالم المرأة, وصفات الطبخ ونصائح للأمهات. شكلوا إتوال 620 دياز واستمتعوا. موبيليس أينما كنتم. نقدر نخسر قعدة مع الحباب بماكلة صامتة بالصح كي نستعملوا عجائن ماما بالقمح المخير بعد 7 دقائق من الطياب يكون عندنا الذوق والمتعة. صح عجائن ماما في كل وقت كامل نفرح بهم.
مجموعة عجائن ماما، مكاين غير ماما اللي تعرف لها. كيوا سمارت فون S5 متوفر الآن بسعر متميز. اكتشفوا السلسلة الكاملة للهواتف الذكية كيوا المتوفرة بعدة خصائص: بطارية بقدرة تتراوح ما بين 2800 و8000 ملي أمبير، شاشة من 3 إلى 6 بوصات، معالج كواد كور وأوكتا كور، وكاميرا عالية الجودة تصل حتى 24 ميجا بيكسل. جديد من بيبي جوي. بيبي جوي جايد لكم بخاصية جديدة، ألا وهي سوبر إلاستيك، المتميزة عن باقي الحفاظات بحيث أنها تأخذ حجم بطن وليدك وتمنع التسرب حتى 6 كيسان ماء مهما وليدك تحرك بزاف. مع بيبي جوي سوبر إلاستيك ما كاش واش يقلقوا. إلاستيك بيبي جوي يخلي وليدك يلعب ويتحرك كيما يحب. خويا قل لي واش مبلي يخرج عليا؟ انت يخرج عليك بلاي؟ اصبر اصبر دوك نفهمك. بابا لي بلاكيت دو فرين تبدلو كل 30000 كيلومتر. لا لا، حادثه المروحه صارت في 1827. سهل، استعمل نظريه فيثاغورس. خاطرك اش تعرفي هادو؟ خاطرك كنت صغيره كنت نعرفش نقرا. مالا ليك انت، لازم لك بلاي انترنت ومكالمات. بلاي ديالك هي انترنت باطل وهضرة بلا حساب نحو جيزي. جيزي اويا شوف وسمع، انا نشرب الحليب، مصغرين نشرب الحليب، نحبو بزاف حبيبي، نشرب بزاف الحليب. في الحومه يعيطوا لي ليكسبير تاع الحليب، انا هو سوبرمان تاع الحليب، نشري غير المخير. واحد ما يغالبني واحد ما يوري لي ساشي بودره ياشتي جربتهم كامل. حتى ما تعرفش المخير تاع المخير تاع الصح. حليبنا شفاء من غير حليب اخر، ينشرب بارد وسخون وسومته هايله. شفاء حليب اصيل كله فيتامينات قوه وطاقه لكل العائله. ما تكسلش راسك صاحبي، سخن واشرب ما تغليش. انا نقول لك حليب شفاء 200% تاع الصح. الو زبير، صحاب طور خويا، شوف غادي نعطيك واحد اللغز سير ما غاديش تغضبه. نبدا. شوف خالتك خط امك خال ولدها كيجيك. اهدر بلا حساب، ادي ماكسي تا اريدو واستفاد من الرصيد مضاعف والانترنت باطل. برومو رمضان الفيسبوك باطل، صالح بتعبئه 1000 و2000 دينار. الا هي غادي خليها لك حتى للسحور. هيا من بعد. اريدو ديما معكم. من بلاد الترك جبناها، في وصفتها ما كان بحالها، خيرنا لها الجلجلان بالحبة ورحيناها بالمحبة، أعطينا لها كارها همتها وشانها، باللوس أرشقناها بنتها يا محلاها. هما يقولوا لها حلوة الترك الشامية، وإحنا نقول لها بابيون. باش يتفادوا أمراض القلب والأوعية الدموية، نصح ديما الناس والمرضى التوعي يراقبوا التغذية ديالهم. كثير من المواد الغذائية وخاصة الدهنية يكون فيهم مادة خطيرة، وهي الأحماض الدهنية ترانس اللي تظهر بعد عملية الهدرجة. هذه الدهون ترانس كي تكون بكمية كبيرة تزيد من الكوليسترول السيء وتقلل من الكوليسترول الجيد. سول هي الوحيدة في الجزائر اللي خمت في المستهلك ديالها وقدمت مارغارين 100% نباتية وغير مهدرجة بنسبة أحماض دهنية ترانس شبه منعدمة.